تعرف في مصر عاملين تحاليل لغاية دلوقتي كام واحد؟ ل 2400 واحد. المشكلة إن لا عارف المشكلة إن الزفت رطب. أيوه هو ما لقيتش درجة حرارة 10 زي ما حضراتكم شايفين كده. تم إخلاء صحن المطاف تماما من الحجاج والمعتمرين لكي يتم تعقيمه ونظافته. هذه عمال نظافة زي ما حضراتكم شايفين عمالين يغسلوا هم ويعقموا.